السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنديروا فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. كنرحب بكم كاملين وكنسلم عليكم كاملين وفرحانه بلقائكم مره اخرى. اليوم بغيت نقدم لكم هذا الشكل. هذا غادي نصاوبو كيتصاوب بالزربه، سريع ومفيد. شنو هذا هو داك السوطاس ولا سو كاب ولا سوفير، كيف ما بغيتو تسميوه. المهم هذا اللي تنزلوه تحت الكيسان ولا تحت لي طاس ديالنا ديال القهوه، هو توا على شكل ديال القهوه. سهل سريع دغيا كيتصاوب. انتم تبعوا معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله. غادي نديروه خطوه بخطوه. يلا بسم الله على بركه الله. اش غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الصوف هادي الكيلو اللي قلت لكم انا كندير بها بزاف الحوايج. غادي نحتاج، ما عنديش الابيض، انا بغيت ندير هنايا ابيض. هذا هنا كان بيج بحال قهوه حليب زعما، وكنت باغي ندير بيض ولكن دابا ما عنديش هنايا صوف بيضاء. غادي ندير هذا راه بحال الصومو ماشي مشكله. وغادي نديرها على جوج لان غادي نخدم بالكروشي نمره 5، شي شويه غليظ. اذا الصوفه هذه على واحد ما تصلحش بالخمسه، غتجي رقيقه بزاف. وهي كل ما كانت، الا كانت عندكم الصوفه رقيقه وخدمتوا بكروشي رقيق غادي يجيكم هذا صغر، الحجم ديالو غادي يجي قد هكايا. كانت الصوفه غليظه راه غادي يجي اكبر وكيجي اسهل. وانا فضلت ندير لكم نتوما بالصوفه غليظه باش كتشوفوا، باش تبان لكم العين مزيانه. اذا الكروشي قلنا البرا في الاخر غنحتاجوها باش ندخلوا شي خويطات ومقص طبعا. صافي، اذا اول ما غنديروا غادي نديروا هذيك العقده الاولى، العين الاولى هكا الخيط نشدوه. هذا الصغير هذا غادي يدير بحال هكا تحت يتخشى لداخل وصافي. غير عقده، راها غير عقده في الحقيقه. شتي هاي عقيده، غير عوينه عقيده. اللي ما كيعرفش يدير ليها راه ماشي مشكله، كتشد غير الكروشي هكا، تلوي الخيط وتعاود تلوي وتبدا. راه ماشي مشكله، ماشي ضروري هذيك العقده. اللي ما عرفش لها واللي عرف ليها مزيانه، هي سهله. كتلوي دير هكا ودير هذه وتخرج خيط صافي. اللي ما عرفتوش لها هي لوي الخيط جوج مرات على الكروشي وبدا. اذا غادي نبداو سبعه العيون، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة العيون. وغادي نشد نلويو الخيط وغادي نديرو غرز الحشو. غادي نقزو الاولى وغنديرو في ستة الاخرين الا ما غنلويوش الخيط. غادي هاهو عندي سبعة العيون، ياك سبعة العيون. دابا غادي نقز الاولى غنجي للثانية غنخشي فيها الكروشي ونجبد الخيط، نجبد هذا الخيط ونعاود نلوي الخيط ونطيحهم بجوج. هذه هي غرزة الحشو بالنسبة اللي ما كيعرفوش. وكاين فيديو ديال غرزة الحشو اللي بغي يشوفها. كتخشي الكروشي كتجبد الخيط وتعاود تجبد. اذا حنا كانوا عندنا في الاول سبعه، بحيث نقزنا الاولى غيوليو عندنا سته ديال الغرز الحشو. سته غادي ديروا سته ديال الغرز الحشو. هذا السطر الاول، غادي في الاخر حنا درنا دابا سته غرز حشو. غادي ندير هذه عين سلسله، ندور العمل ديالي وغادي ندير سته ديال غرز الحشو. كل وحده غندير فيها غرزه حشو، وحده ثلاثه مع ثلاثه اربعه خمسه ها السادسه. ملي كنكملو العين السادسه كنديرو سلسله وندورو العمل ديالنا. دورو العمل ديالك. اذا حنا دابا هاد العين الاولى اللي عندي هنا غادي ندير فيها جوج غرز حشو. اذا غنخشي الكروشي وندير زياده. هادي دابا غنبداو نزيدو باش كتبدا كتعرض هكا. اذا الاولى غندير فيها جوج غرز حشو، والاخرين غندير هاد الاربعه الاخرين وحده، غير وحده وحده. جوج ثلاثه اربعه، والاخرى غندير فيها تيا جوج. اذا انا زدت عين من هنا وعين من هنا، ولاو عندي دابا 8 ديال الغرز ديال الحشو. 8 ديال الغرزات اللي ولاو عندي، ها هي وحده ها جوج.
اذا انا مولو عندك دابا 8 غادي نلوي ندير سلسله وندور العمل ديالي. غادي ندير غرزة حشو في كل وحده، اذا غندير 8 غرز الحشو. ملي كنكملو ملي كملنا السطر غنديرو سلسله ونقلبو العمل ديالنا ونجيو الاولى عاوتاني غنديرو فيها جوج، غنديرو فيها وحده جوج كنبقى نزيد والاخرين غنخدم هذا حتى كنخرى عاد كنعاوتاني كنضوبل العمل. الاخرى غندير فيها جوج. دابا شحال غيكونوا عندكم؟ غيكون عندكم 10 جوج 4 6 8 10 عندنا 10 د العيون. ها 10 اذا غنلوي ندير سلسله من اللوي، غندير سلسله عند نلوي العمل وغندير غرزه حشو في كل وحده. ها وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة. اذا دابا عندنا 10 شتوها هي بدات كتمشي هكايا بدات كتعرض. اذا عاوتاني دابا غندير سلسله دائما بحال دائما كندير سلسله في الاخر وكندور العمل ديالي. ها اذا دابا شنو غندير؟ غادي ندير هنا في هذه الاولى غندير فيها جوج غرز حشو. واحده جوج والاخرين غندير غرزه كل وحده فيها غرزه حشو حتى الاخر عاوتاني عاد ندير جوج. اذا غيوليو عندي 12 لحق جات وحده من هنا وحده من هنا. سهله راهي ها شوف دابا ديجا دابا تقريبا حنا درنا النص فيها دغيا كطلع لي ان الصوفه غليظه. وتقدروا الا بغيتوا ديروها الابريق الابريق ولا غادي تكبروها غادي تزيد تكبر هنايا فاط ما دير 7 دير كثر وانت ماشي كتزيد ودير بحال نفسها الابريق البرق ديال القهوه ولا ديال الب ولا البراد ولا اللي بغينا. ها الاخره دابا غندير فيها جوج. دابا انا عندي 12 دابا دابا هنا خاصها تكون عندكم 12. اذا وغدا دابا شنو غندير؟ كندير سلسله ندور العمل ديالي. دابا كل وحده غندير فيها وحده نفس كل وحده غندير فيها غرزه حشو. راه عندنا الكوردون يمكن نخدموهم بالكوردون على جوج مع الكوردون فيه لوينات زوينين يجيو زوينين ويجيو قاصحين احسن اكثر من الصوفة يجيو زوينين. انا عندي شي كوردون هنايا حيت ما كنلقاوش الصوفة ولكن الكوردون موجود. الكوردون كاع مالين عند مالين الخيط كاين عندنا موجود اللوينات فيه كيكونوا فيه زوينين. دابا كملنا السطر درنا 12 شنو غادي نديرو دابا؟ دابا هاد 12 غادي نخدموهم كل وحده فيها غرزه حشو مده واحد خمسه سطوره
نديرو 5 سطور باش كنتعل نطلعو. اذا غادي كل سطر كنبداوه كنديرو سلسله في الاخر ديالها هذا اللي كنكونو خدامين فيه، وكنبداو ديريكتومون في العين الاولى كنبداو غرز الحشو. اذا غادي نكملو كل عين غنديرو فيها غرزة حشو وغنديروها مدة 5 سطور، نديروها ونطلقها ان شاء الله. دابا كملنا داك 5 سطور، 5 سطور اللي كنا غنديرو. شنو غادي نديرو دابا؟ دابا دائما غنديرو هنايا سلسله وغندورو العمل ديالنا. شنو غنديرو في الاول؟ غنديرو عمود الغرزه الاولى، ما غنديروش غرزه حشو لا، غنديرو عمود. اذا عمود كنخشي الكروشي هكا ونجبد الخيط ولو بعدا. اولا قبل ما ندير في العمود كتلوي الخيط، كتخشي الكروشي في العين الاولى. كاينه فيديو على غرزه عمود، ولكن هنايا اللي بغى غير يتفكر، كان ملي كتخشي الكروشي كتلوي كتجبدي هذا الخيط اللي كيكون ها هو. ولو عندك ثلاثه ديال ولو عندنا ثلاثه غنلوي الخيط ونخرج جوج، بقاو جوج. اذا نلوي الخيط ونخرج هذاك الجوج، هذه هي غرزه عمود. ومن بعد غنديروا غرزه نصف عمود، كنلوي الخيط نصف عمود، كنلوي الخيط كنخشي الكروشي في العين وكنجبد، كيوليو عندي ثلاثه. دابا ما كنخرج جوج بجوج، كنخرجهم بثلاثه في مره، هذه هي نصف عمود. خرج لي خيط واحد، انا عندي مدوبله ها هو فوالا. دونك دابا درنا هنايا الاولى، درت فيها الاولى درت فيها غرزه عمود، الثانيه نصف عمود، وغادي نكمل بغرز حشو، 8 ديال غرز حشو. اذا وحده غرز حشو، هاد الاخرين غندير فيهم غير غرز حشو، جوج ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن هاد بقاو ليا هنا هادو اللي بقاو، شنو غادي ندير؟ غندير نصف عمود وندير عمود. إذن هاد الغرزة هادي دابا غندير فيها نصف عمود، والاخرى غرزه عمود، صافي. دابا هنا في الاخر ما غاديش نديرو سلسله لا، دابا غادي نبدلو اللون، غادي نديرو بحال هكا. خصنا دابا غندخلو هاد اللون، شتو علاش درنا هادوك اللي درنا لتحت؟ دابا غندخلو هاد اللون. كيفاش كندخل اللون؟ غنشد هكايا، غتجيبو الصوفه ديالكم حتى هادي على جوج حتى دقيقه، غتشدوها هكا، غادي تجيبوها ديرها غتخشيها غتشد نعاود لكم. دابا ها هو يا الخيط اللي عندي، شتي، غنجيب ونحطو فوق الكروشي. وانا عندي ديجا هذيك الكروشي باقي فيه ديك العين الاخرى اللي باقي كنت خدامه بها، ها هي كتشد هكا باش نوريكم، وكنجبدو ها هو الخيط. دابا ملي دخلت اللون جديد طرفق لها القصير ديالو الجهه الطويله، ها هي دخلت، غادي ندير سلسله صافي، ونجبد هكا باش تزير هذيك السلسله، ونجبد حتى الاحمر اللي عندي. اذا دابا منين دخلت الخيط غادي نقلب العمل، لان راني درت غرزه لا لاحظتوا، راه درت باش شديتو راني درت غرزه سلسله. اذا هاد الاولين غندير فيهم جوج غرز الحشو، الاولى غرزه حشو، هذه حتى هي فيها غرزه حشو، الثالثه غندير فيها نصف عمود، نصف عمود، والاخرين غندير فيهم 6 د الاعمده. اذا كل وحده فيها عمود 6، لا غادي درتها نصف عمود، ها هو العمود هو اللي كندير ها، كنخشيو ونجبدو ونخرجو جوج بجوج. عمود جوج ثلاثة، كنا غنديرو 6، ثلاثة أربعة
خمسة ستة. هي دابا درنا ستة ديال الأعمدة، هادي غنديرو اللي تبعهم وغنديرو فيها نصف عمود باش كنبداو هنا باش كنختمو هنا نصف عمود. وهادو جوج جوج غرز حشو، لا غرزة الحشو مكنتنيش الخيط، ها هي غرزة حشو وهادي الاخر تاهي فيها غرزة حشو. حنا دابا كنديرو هادي دابا في الاخر شنو غادي دير؟ غادي ديري هكا، غادي دير بحال لا هذا وقطعي الخيط. ما عرفتش واش بانت ولا نعاودها، ما عرفتش بانت ليكم. دونك هنا دابا انا كملت درت جوج غرز حشو في الاخر، انا نلوي الخيط وندير غير غرزة هذا ونقطع هذا الخيط، نقطع هذا الخيط اللي دخل دابا قطعو صافي وجبد. صافي دابا خليه هكا. دابا قطعنا هذا الخيط، ها هو كان هكا هكا كننزل الخدمه ديالنا، ها هو الخيط اللي قطعناه وهذا منين بدينا، هذا من بعد غندخلوه. غادي نرجعوا دابا للخيط الاحمر، راه حنا ما قطعناهش خليناه. اذا اش غادي ندير؟ غادي تخشي في الكروشي، خشيت في داك الحفره اللي عندي تما داك لو ترو شسيباش من العربيه الحفره. المهم خشيت نخشي الكروشي ونجبد السلسله وندير نجبد الخيط وندير سلسله. وغنجي لهاد، شفتوا هاد السلسلات البيضاء عندهم القدام، هادي الخيط القدامي والخيط الوراني، غنمشي للخيط الوراني وغادي نجبد الخيط الاحمر. غادي غير نجبدو ونخرجو من العيون بجوج منزلق، غادي ندير هكا ونخشي في هذيك الورانيه وندير هاد لو فيل اغيير هو الاول ونجبدو وندير منه، هو اللي غندير به المنزلق. هاد الخيط الوراني هكا ندير منزلقة سطر كامل، غير منزلقة كامل بحال هكا، شفتو غادي يجي كامل غير هكا بالمنزلقة. هادشي دابا دوك بقايا الصوف ما تلاحش هكا استعملوهم، يمكن لكم ديروا منهم بزاف الوان، واخا تكون الوان مختلفة، حتى الوان مختلفة يجيو زوينين، ماشي ضروري يكونوا كلهم نفس اللون. ديرو ستة ولا شحال بغيتو، ساهلين دغيا كيطلعو، تجمعو داك الصوفة اللي كتشاد ما تطيحش ما تطيحش. إذا كلو غنمشيو هاد السطر منزلق حتى اللخر. صافي دابا منين كنوصلو لهنايا، دابا منين وصلنا لهنا وصلنا لاخر السطر كلو مشيت معاه غير منزلقة هنا، لا مغنمشيش منزلق. دابا غادي ندورو على الخدمة بحال هنا، شتي غادي ندورو على الخدمة بغرزة حشو ماشي بمنزلقة، غندورو على هاد الشي، غندورو على هاد الجناب من هنا غنمشيو من هنا ومن هنا غرزة حشو. إذا كيفاش غادي ندير هاد غرزة حشو؟ غادي نجي لهنا، حاولو تدخلو، شتي فين كدخلو؟ شتي دابا هادي هنايا، هادي عندي هنا وعندي هنا، هنايا هنايا أجيو هنا في الوسط وخشيو الكروشي ديالكم، وهداك الخيط اللي كان عندي أنا كنجروه هكايا شاده بيدي وكيبقى تما كيمشي معايا، وغادي بحال كندخلو براسي وكندير غرز الحشو ديالي. دابا هاي الاخرى غندير هنا غرزة حشو، شتو دائما قلبو على فين البلاصه اللي قريبه ومزيانه باش ما يجيكمش عاوتاني بزاف الغرز الحشو. شتي كيفاش كتجي؟ كيمشي مقاد داكشي سطر بسطر، كل سطر خصكم ديروا فيه غرزه، غرزه حشو. غادي تدورو على العمل ديالكم كامل، شتي هادو دابا كاينه هادي وكاينه هادي، هنايا ما نجيش هنا، اجيو هنايا هنا وخشي الكروشي ديالك وجبدي ديري الغرزه ديالك الحشو. شتي وحتى هذاك هذا الخيط الابيض ها هو ماشي، راه كاين هنا لتحت، واش فين هو؟ شتي ها هو داك الخيط الابيض هو مخشي، دابا مخشي في وسط الغرز ما كيبانش. انا يمكن لي نهبطو هكا ولا صافي الوسط غير هنا نقطعو ونكمل بالاحمر. المهم غادي تدورو، غادي تدورو على العمل هذا كامل، على هاد لاطاس هاد السوطاس كامله حتى لهنايا ونطلاقه بغرزة حشو. دابا انايا دابا انا كملت الدوره بغرز الحشو عليها كامله. دابا شنو غادي ندير؟ انا بقات ليا وصلت للاخر، وصلت للدوره كامله ورجعت لهنا، هنايا في هاد الاخره
غادي نهزو هادوك الخيوط بجوج ديال السلسله اللي كانت عندنا الاخرى، وما غنديروش غرزه حشو، غادي غير ندير منزلقه صافي. وغادي ندير مني غندير هاد المنزلقه غادي دير داك الساعات غادي نديرو غرزه سلسله، غرزه سلسله وقلبوا العامل. هادوك الخيوط الاخرين اللي كانوا عندي انا دخلتهم، ما كيبانش شويه من هنايا، هذا تنديرو بالبرا وندخلو. اذا دابا درت هادي، شنو غندير؟ غادي نجي لهاد غادي نجي ماشي هاد الاولى، ماشي هاد العين الاولى، شفتوها هاد العين الاولى اللي درتها غادي تجي بحال منفوخه. اذا غنجي لهاد الثانيه وغادي ندير المنزلقه، ثلاثه تاع المنزلقات. هاني قلبت العمليه ودابا راه كندير ثلاثه تاع المنزلقه، غندير ثلاثه ديال 3 ماي. ها وحده جوج ثلاثه دابا منزلقه، وغنجي وغادي ندير دابا درت جيت هكا بمنزلقه. دابا علاش كندير هادشي؟ باش غادي نديرو اليد، هاد اليد هادي. اذا هنا منين كنديرو هاد ثلاثه غادي نجي هنا وغادي ندير سبعه ديال سبعه السلسله، ديرو سبعه ولا ثمانيه المهم على حسب نتوما كيفاش بغيتو اليد. جوج اربعه خمسه سته سبعه، لا ندير واحد ندير ثمانيه، هاهي ثمانيه. دونك غندير ثمانيه وغادا نجي نحسب التاسعة ندخل فيها، لأن واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، التاسعة غندخل فيها هذه، ندير منزلقة، ندير هكا غير دخلتها، شتوني دخلتها ودرت غير منزلقة، لا خرجليش الخيوط بجوج. هيا غنجي للتاسعة كندير هكا، ندير نخرج ندير منزلقة، هي منزلقة باش تشد مع هذا. شتي دابا جات هادي شي شويه مزيره، غنزيد فيها شي شويه. دابا درت انا 8 ندير هنايا 10 مشكله، نجيبها هكايا ها هي، لا غير منزلقه ما نلويش الخيط، غير منزلقه ندير. ملي كيكونوا جوج الخيوط شي شويه كيبقى لما ما كنشرح لكم كتتلف ما كتصرفش البال وكيهرب لك الخيط، غير منزلقه خصني نخرجهم بجوج الخيوط. فوالا صافي. دابا هنايا شنو غادي نديرو منين درنا هادي؟ غادي نلوي العمل ديالي وغادي نجي ندير نصف اعمدة، غادي ندير على حسب نعمرها، خصني نعمرها بحال هكا، نعمرها ندير شي 13 ولا نشوف ولا 14. ها واحد نصف عمود، ندير السلسلة وندور ندور وندير نصف عمود. نصف عمود هي كتلوي الخيط وتجبدي، كيوليو عندك ثلاثة كتخرجهم في مرة. واحد هاهو زوجة، لا دوزيام، ثلاثة أربعة، المهم خاص هادي تعمر، كتعمر اليد باش كتجي واقفة وصافي. جوج أربعة ستة ثمانية عشرة، تمام. كتبان لكم تعمرات هكا يا اليديدا، خص باش تجي واقفه نزيدو حيده. انا دابا على حسب الصوفه ديالكم، على حسب الا كانت رقيقه غديروا كثر، كانت غليظه راه غديروا اقل. صافي هي اليديدا دابا هكا مصوبه.
غادي نجي لهذيك العين اللي بديت بها اللي بديت منها وغندير منزلقه صافي. غنخشي الكروشي ونجبد ندير منزلقه صافي. ها هي نديرها هكا بحال ندير هي صافي. نجيب المقص ديالي ونقطع هادو. دابا غادي تخباو بالبرد. وها هي الكاب ديالكم السوطاس ديالنا صافي. هاهي هاديك الاخرى غادي. اذا غادي نشدو داك الساعات اللي برا ديالنا غادي ندخلو هادو هاد البيض. من الاحسن يدخل هنا في البيض باش ما يبانش. يدخل البيض دخلوه هنا في البيض بالبره ديالكم. دخلوه هنا في البيض تضربوا هكايا دخلوه. والاحمر خلاص فين ما دخلتوها غادي هذا. انا قبيله داك الخيط اللي كنت جابده اللي كنت كنجرب معايا وانا كنخدم بقى هذا تتحيد صافي. فوالا ها هو يا الخدمه ديالنا كملات. كملنا. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو وجاكم سهله. راه بسيطه غير تبعوا الخطوات وان شاء الله تنجحوا فيها ماشي صعيبه. شكرا على المشاهده. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وشاركوا. اللي ما مشاركش بالقناه يشارك فيها واللي مشارك فيها. شكرا على المشاهده وعلى المتابعه وعلى التعليقات. شكرا لكم. بارك الله فيكم. غادي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.